أخيرا أستاذ أشرف، السعودية أعلنت أنها سوف تستثمر في مصر لتصل إلى 30 مليار دولار. ما هي أهم المجالات التي من المنتظر الاستثمار السعودي بها؟ أولا يجب أن نفرق بين ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق باستثمارات وقعت اتفاقات حولها قيمتها 7 مليار و700 مليون، أي ما يقرب من 8 مليار دولار في مجالات مثل البنية التحتية والاتصالات وأماكن، يعني قطاعات كثيرة تم الاتفاق عليها بالفعل، وتم الاتفاق على أن تقود المملكة العربية السعودية استثمارات تقترب من 30 مليار دولار في مصر. وهنا يعني نستطيع أن نقول أنه إعلان الحكومة المصرية أنها ستتخارج قريبا من بعض الأنشطة الاقتصادية، وهذا يعني أن الأموال العربية مدعوة للمشاركة في هذه المشروعات وإدارتها، مشروعات يمكن أن تكون مربحة للجميع ويمكن أن تجذب يعني أكثر من 30 مليار وأكثر من ذلك بكثير جدا، يشارك فيها القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص السعودي وغيره، وستكون الفائدة للجميع. هذه النقاط لم يتم يعني الاتفاق التفصيلي عليها، لكن أعتقد أنه يعني الاستثمارات يمكن أن تكون في مجال الزراعة، في مجال صناعة الأغذية، في مجال صناعة الأدوية، في مجال الاتصالات، في مجال البنية التحتية. كل هذه المجالات يمكن أن تستوعب يعني ليس 30 مليار وإنما مئات المليارات من الدولارات، وأيضا ما يتعلق بالسياحة وما يتعلق بالطيران وما يتعلق بالمواصلات، وكما قلت مجالات عديدة جدا ستكون متاحة قريبا، ومن سيكون متاح لكل الدول العربية أن تشارك فيها، وفي الصدارة سيكون القطاع الخاص المصري.